وقع قشعرت لها الأبدان. مفيش حد شاف الفيديو إلا وتأثر بالمشهد. هو الخلافات الأسرية والطلاق توصل لإن حد يعمل كده في بناته؟ الحكاية إن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بيوضح واقعة بتخص طفلتين من سكان مدينة نصر، صغار في العمر، نازلين في الأسانسير وبيتصوروا في المراية، وفجأة بيفتح باب الأسانسير ويتفاجئوا باتنين رجالة داخلين يهجموا عليهم ومعاهم مناديل فيها مادة ممنوعة كتموا نفس البنتين بيها. البنت الصغيرة حاولت تنقذ أختها الكبيرة بكل الطرق لكنها فقدت الوعي تماما، والفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. والغريب في القصة ان بتظهر معاهم ست لما باب الأسانسير يفتح ومتحاولش تنقذ البنتين دول، ومحدش عارف هي مين دي كمان. الفيديو ده وجع قلوب أسر مصرية بالكامل لما شافوه، وكل أم اعتبرت ان البنتين دول بناتها، وأثار حالة من الرعب والقلق. وفضل الموضوع مجهول لحد ما توصلنا لان اللي عمل كل ده هو أبو البنات دي، وان السبب هو خلافه مع مامتهم والطلاق والمشاكل الأسرية. هو في أب عاقل يقدر يعرض بناته لخطر وخوف وخضة زي دي؟ طب مين الشخصين اللي جالهم قلب ومفيش عندهم رحمة ولا إنسانية يعملوا كده؟ بالفعل وبسرعة استجابة لتساؤلات الناس، صرحت وزارة الداخلية في بيان رسمي إن والدة الطفلين تقدمت ببلاغ في قسم ثالث مدينة نصر بتتهم فيه طليقها اللي بيشتغل محاسب في أحد الدول العربية بأخذ الطفلتين بدون إرادتهم. والموضوع تم توضيحه للناس بعد بيان وزارة الداخلية وتصريحات الأم الخاصة، واللي تبين من خلالها إن الطفلتين عايشين مع مامتهم في منزلها الخاص في مدينة نصر ورافضين تماما يعيشوا مع والدهم، وده حصل بعد الانفصال، وده لأن والدهم معاملته سيئة جدا. وصرحت والدتهم إن دي مش أول مرة يحاول خطفهم، سبق ليه وحاول أكتر من مرة قبل كده، وكاميرات البرج رصدت الواقعة في المرتين، وطلبت إثبات ده من خلال استجواب الطفلتين وإن هي معاها الحضانة الخاصة بيهم. وبالفعل وزارة الداخلية قامت بدورها الباسل في التحريات، واللي تبين من خلالها استعانة الأب بشخصين لارتكاب الواقعة، وبعدها أخذ البنت الكبيرة وسافر بإرادتها، وده اللي تبين من خلال كاميرات المراقبة في ميناء القاهرة الجوي. ومع تكثيف الجهود والبحث استطاعت وزارة الداخلية من ضبط الشخصين، واللي تبين إن هما من طرف الأب، الشخص الأول صديق للأب والشخص الثاني السائق اللي شارك في الواقعة، واعترفوا خلال الحديث إن هما عملوا كده مقابل مبلغ مادي كبير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. أما عن آخر تطورات الموضوع، صدر قرار قضائي اليوم بتجديد حبس متهمين اتنين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق في قضية خطف طفلتي مدينة نصر. وأضاف المتهمان إن اللي كشف الواقعة هي الطبيبة جارة والدة الطفلتين، وده بعد ما شافتهم وقالوا لها إن الطفلتين بيعانوا من حالة إغماء وحالة قيء، لكن هي ما اقتنعتش وبسرعة استنجدت بالبواب اللي قدر يلحق طفلة فيهم. وأكد المتهمين في الواقعة من خلال التحقيقات إن هم ترصدوا للطفلتين وصعدوا 11 دور عن طريق السلم، وانتظروا إن باب المصعد يفتح عشان يقوموا بتنفيذ مخطط الأب.